السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه معكم بالحديث عن تطورات الملف العراقي في ظل الخلافات الحاصلة في البيت الشيعي على تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء. إذن أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد تسجيل 3 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 20 وإصابات إلى 233. وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن مختبرات وزارة الصحة أجرت فحوصات مخبرية ل106 أشخاص مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وتأكد إصابة 19 منهم بالفيروس، وأوضحت أن 8 حالات إصابة سجلت في بغداد، و6 في السليمانية، و2 في النجف، و1 في كل من كربلاء والمثنى وأربيل، فيما تمثل خمسة من مرضى الفيروس للشفاء. من جانب آخر، قررت خلية الأزمة تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى يوم السبت المقبل، واستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية والدبلوماسيين والإعلاميين ومنتسبي وزارة المالية. أما من الناحية السياسية، فلا يزال الجدل دائرا بعد تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء في ظل رفض الكتل الشيعية له. مصادر سياسية عراقية تحدثت عن اجتماع مغلق عقد أمس بين قادة وزعماء كتل وقوى سياسية شيعية للخروج باتفاق موحد حول تكليف أو رفض عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، والدفع باتجاه تقديم شخصية جديدة بديلة عنه. إذن مشاهدينا الكرام، حديثنا اليوم عن الملف العراقي وأبرز تطوراته فيما يتعلق بالفقرة الأولى من ناحية انتشار وباء كورونا في العراق وتسجيل 20 حالة وفاة و233 إصابة في العراق، وأيضا في الفقرة الثانية سنتحدث عن التطورات السياسية الحاصلة فيما يتعلق بتكليف عدنان الزرفي. نبدأ معكم هذه الحلقة مشاهدينا الكرام بإيجاز لوزارة الصحة العراقية، نتابعه ثم نعود لنستكمل الحوار والنقاش. الإيجاز اليومي لوزارة الصحة والبيئة ليوم السبت المصادف 21 آذار لعام 2020. تعزي وزارة الصحة والبيئة الشعب العراقي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. نوجز لأبناء شعبنا العراقي التقييم اليومي لتنفيذ الحظر الشامل في بغداد والمحافظات. إذن تابعنا وإياكم مشاهدين الكرام هذا الإيجاز اليومي لوزارة الصحة العراقية والتحدث عن انتشار وباء كورونا وهذه الإجراءات والاجتماعات التي تقوم بها الوزارة وخلية الأزمة في العراق للحد من انتشار وباء كورونا في العراق. حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، يسعدني أن أرحب بالطبيب الأخصائي في الباطنية الدكتور حذيفة أكرم. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور حذيفة. اهلا وسهلا حضرتك استاذ، وبدايه التحيه طيبه لحضرتك. اهلا ومرحبا بك. مساء الخير، اهلا ومرحبا بك معنا دكتور. في البدايه كنا نتابع هذا الايجاز اليومي لوزاره الصحه العراقيه والحديث مستمر بعد انتشار وباء كورونا. في البدايه كيف يعني تتابع مجريات انتشار وباء كورونا في العراق منذ البدايه، وما هي التطورات الواصله الينا حتى هذه اللحظه؟ بعد تحية لحضرتك أستاذ أستاذ المشاهدين، أحب أوجه تحية لزملائي الكوادر الطبية العاملين بالمستشفيات، واللي هم يعتبرون خط الصد الأول لمواجهة فيروس كورونا. نعم. بالحقيقة مثل ما حضرتك متابع والسادة المشاهدين، من البداية وزارة الصحة والجهات المسؤولة حاولت تحتوي الموقف من ناحية خطر انتشار فيروس كورونا. No. لكن حاليا بالايام الاخيره للاسف نلاحظ اكو قله استجابه من بعض المواطنين للتوجيهات الصادره من خليه الازمه بمنع التجمعات، طرق الوقايه اللي نشير لها ويشيرون لها بعض الزملاء. نعم. اكو قله استجابه لها من قبل بعض المواطنين، لهذا يشيد الدور الاعلام بزياده التوعيه. نعم. طيب،
أيضا اليوم دكتور، يعني وزارة الصحة العراقية أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات التي بلغت تسجيل 3 وفيات وأيضا 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 20 وعدد الإصابات إلى 233. برأيكم وأنتم كاختصاصيين وأطباء تتابعون المشهد، هل هذه الأرقام يعني تدعي للهلع؟ هناك مدعاة للهلع في العراق بسبب هذه الأرقام، أم أنها أرقام يعني ضعيفة ويمكن ضبط هذه الحالة؟ بصراحة خلي مثل ما يقولون نكون صريحين ويا المشاهدين. نعم. احنا ما نريد الموضوع الاستهانة به. احنا في كل دول العالم اللي لاحظت حضرتك اول ما يعني مرحلة انكار المشكلة، كل ما انكرنا المشكلة كل ما تفاقمت. اليوم هذا الفيروس احنا بعد كل دول العالم لحد الان ما لقوا له علاج. هذا من ناحية، فاللي بيدنا هي الوقاية. بالتالي كل ما كانت الوقاية هو كل ما كان خطر الفيروس اقل بالانتشار. نعم. قبل شويه نواه ذكرت موضوع التجمعات اللي صارت خاصه ما بعد الزيارات اللي زار بعض المراقد الدينيه. هذه الاختلاط اللي يعني التجمع هذا كله ممكن اثر على زياده عدد الاشخاص اللي انتقل لهم فيروس اللي بعد ما مشخصين. نعم. فاحنا مقبلين على مرحله خلينا نقول من نال اسبوعين اللي هي مده حضانه الفيروس. خلال هذه المرحلة من هالاسبوعين احنا نكون في مرحلة الخطر، راح نعرف ايش قد عدد حالات حاليا اللي دا توصل للمستشفى، ايش قد عدد الناس اللي بعدهم مثلا عنده اعراض الانفلونزا وممكن مشكوك بامره بان عنده فيروس كورونا لكن ما متعاون مع الاجهزة الصحية، سلطات الحظر الصحي. يعني هنا دكتور، هنا دكتور حذيفة أنت تشير إلى نقطة، أن يجب على الشعب العراقي كل المواطنين الذين يشعرون بأي أعراض من هذه الأعراض التي ذكرتها التقدم والذهاب فورا إلى أقرب مكان للمراكز الطبية للكشف المبكر بسرعة. بالضبط، هو هذا أهم شيء. اليوم أهم شيء إحنا نركز على دور المواطن وتعاون المواطن مع الكوادر الطبية. أي حالة اجي للمستشفى اراجع اشوف انه هل الحاله اللي عندي هي فيروس كورونا لو الحاله اللي عندي هي مجرد انفلونزا طبيعي يعني بسيطه. نعم. اهم نقطه هي توعيه المواطنين. طيب دكتور حذيفه، يعني نحن نتابع اجتماعات يوميه لوزاره الصحه وخليه الازمه، ويعني مساعي حثيثه للحد من انتشار وباء كورونا بشكل أكبر في العراق. اليوم أنتم يعني كأطباء كيف تقيمون مستوى الصحة في البداية في العراق وتعامل وزارة الصحة وكل الأجهزة والمسؤولين عن الصحة في العراق مع هذا الوباء؟ بصراحة أستاذ يعني احنا نثمن جهود وزارة الصحة للأمانة. أقولها احنا وزارة الصحة اليوم بتعمل بالممكن. احنا مواجهة أزمة مرت على كل الدول المحيطة، دول إمكانياتها أكبر إمكانيات العراق تعرضت لهذه الأزمة. احنا كلنا ندري بأن الواقع الصحي في العراق يحتاج إلى كثير من الإصلاح، لكن بالمرحلة الحالية خلينا نقول وزارة الصحة تعمل بالممكن، ونفس الوقت احنا ما نقدر نذب كل الموضوع على وزارة الصحة. نعم. لابد يكون اكو تعاون من بقية الجهات، لأن خلية الأزمة هي ما تشمل فقط وزارة الصحة، تشمل وزارة بقية الوزارات وأجهزة الدولة. اليوم احنا أبسط شيء لو اكو تعاون ملموس مثل ما نقول، ما كان صارت تجمعات بهواية أماكن. هواية أماكن اليوم بالعراق تشوف الحظر موجود بيها وتطبيق والتزام المواطنين، بأماكن أخرى الحظر ما نقول يعني نسبة ذيك النسبة اللي نريدها احنا كأطباء. فهذا يستوجب تعاون من بقية الأجهزة مع وزارة الصحة نفسها. يعني بالنسبة لخلية الأزمة وزارة الصحة هي تفرض حظر للتجوال في محافظات العراق، واليوم أيضا يعني تم تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى يوم السبت المقبل، أي في 28 من الشهر الجاري، ولكن يجب على المواطنين الالتزام منازلهم وأيضا يعني الحد من الخروج إلا عند الضرورة القصوى. بالضبط، هو هذا أهم نقطة. أهم نقطة إحنا اليوم الوزارة، إحنا اليوم من خلال قناتكم أريد أوجه رسالة للأخوة المواطنين. إحنا اليوم بمرحلة تخلي أني أحمي نفسي. أنا اليوم أترك كل الأمور اللي صارت وكل الكلام عن دور وزارة الصحة أو دور أي جهة كانت.
أنا اليوم شلون أحمي نفسي، شلون ألتزم بطرق الوقاية، شلون أحد من التجمعات، شلون أحد من ألتزم يعني البقاء بالبيت. كل هذه الأمور لحماية نفسي أنا بغض النظر عن كل شيء، عن أداء وزارة الصحة، عن أداء أي جهة بالدولة. أنا اليوم شلون كمواطن دوري أحمي نفسي، لأن فيروس لحد الآن ما لقوا له علاج، ونشوف الحالات بزياد للأسف الشديد. ومثل ما ذكرت لحضرتك، احنا منا الأسبوعين راح تبين اللي عندنا حجم الكارثة لا سامح الله. نعم، ولكن حاليا يعني مقارنة بالدول المجاورة للعراق مثلا كإيران، يعني أرقام هناك مفزعة حقيقة في إيران، ولكن حتى هذه اللحظة يعني الأمور لا تدعي يعني هناك مدعاة للهلع أو للخوف بشكل كبير، ولكن يجب الحذر من الأيام المقبلة. أنت تريد أن تقول بالضبط، وطبعا يعني هذه أهم نقطة، احنا نحذر من الأيام القادمة واحد يلتزم إجراءات الوقاية. لكن أكيد يعني على مستوى بعض الدول المجاورة لا، الحمد لله احنا ما وصلنا للمرحلة اللي انتشر بها الفيروس بطريقة اللي انتشر عندهم، لكن احنا نقول خلينا نلتزم وجهد الإمكان نحمي نفسنا حتى ما نصير مثل بقية الدول. نعم، طيب اليوم وزارة الصحة في يعني أحدث التطورات الحاصلة فيما يتعلق بوباء كورونا أعلنت عن شفاء 5 أشخاص من هذا الوباء بجانب الكرخ. هذا يعني تماثل 5 حالات مصابة بفيروس كورونا للشفاء، على ماذا يدل دكتور في البداية؟ وهل هذا يعني إمكانية الحد من انتشار فيروس كورونا وتحقيق يعني السيطرة عليه في العراق تحديدا؟ احنا من هذه الناحية استاذ مثل ما تعرف حضرتك، اي مريض اللي بيجي واكو اجراءات معينة نتخذها كأطباء، وكل يعني مستشفيات يعني مراكز الحجر متوفرة في كل المحافظات، وطبيعي اكو نسبة من المرضى اللي هم يستجيبون خلينا نقول للعلاجات المتوفرة، ونسبة من المرضى راح يكونوا معرضين للخطر اللي هم امراض اللي عندهم مشاكل بالمناعة، اللي عندهم مشاكل فئة الأطفال، فئة كبار السن، كل الفئات اللي عندها مشاكل مناعية هذا راح تكون اكثر معرضه للخطر. لكن الاطباء ما مقصرين للامانه، اقولها في كل محافظات العراق. نعم، طيب فيما يتعلق باعراض هذا الفيروس فيروس كورونا دكتور، يعني الاعراض كثيره وعديده والجميع تحدث بها، ولكن يعني اليوم تحديدا بعض وسائل الاعلام تناقلت اعراض جديده اعلن عنها طبيب بريطاني وقال هي الاعراض الماضيه او المعروفه، أعراض يعني عند الجميع معروفة، ولكن هناك حالتين وعارضين ربما يكونان يعني مميزان بالنسبة للفيروس، وهي فقدان حالة التذوق وحالة الشم أيضا. ما رأيك في هذه النقطة؟ هل هي فعلا يعني عارض وهذه الأعراض يعني تميز إصابة المواطنين بالفيروس؟ عفوا دكتور حذيفة، أنا كنت أتكلم فيما يتعلق بالأعراض، أعراض فيروس كورونا هي الأعراض المعتادة والتي سمعنا عنها كثيرا، لكن اليوم وسائل الإعلام بشكل عام تحدثت وتناقلت خبر عن طبيب بريطاني تحدث عن أعراض جديدة لفيروس كورونا وهي فقدان حالة التذوق والشم، ما رأيك في هذا الموضوع؟ والله الأمانة احنا نعتمد على التوجيهات اللي من منظمة الصحة العالمية بالأساس. نعم، فأي أعراض اللي هي منظمة الصحة العالمية موجهة بها، اللي هي أعراض الإنفلونزا، اللي خلينا نقول إنفلونزا شديدة، هذه أغلب الأعراض اللي احنا ده نمشي بها كأطباء، نخلينا نشك بأن هذه الحالة اشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، إضافة إلى التنقل اللي جايين مثلا من الدول اللي تسجلت بها اصابات بالفيروس. نعم، ولكن فيما يتعلق ب يعني الاعراض الذي تحدث بها هذا الطبيب البريطاني فقدان حاله التذوق والشم، برايك هذا الموضوع غير منطقي؟ هذا الموضوع الأمانة احنا ما نقدر نقول غير منطقي او منطقي، الا الامر بيد منظمه الصحه العالميه. نعم. طيب برسالة أخيرة دكتور حذيفة توجه للشعب العراقي من خلال القناة هنا،
يعني خصوصا فيما يتعلق بكل المواطنين الذين يخرجون إلى الشوارع في ظل حظر التجوال؟ والله أستاذ يعني هي رسالتنا الوحيدة اللي مو بس أنا أوجهها، كل زملاء الأطباء في العراق يتمنوها من المواطن. إحنا اليوم مواجهة هذا الفيروس، ولا سامح الله تشوفون الدول المجاورة شلون صارت بها كثرة الإصابات والمصائب اللي صارت لها. فإحنا خلي نلتزم الجلوس بالمنزل، خلي نتحمل هذه الفترة، كلنا عدنا أعمالنا وكلنا معطلنا أعمالنا خلال هذه الأسبوعين، خلي نلتزم. كل ما التزمنا لنفسنا، انا اليوم ما اتكلم يعني لحمايه، ما اتكلم عن مثلا شلون نقول حمايه دفاعا عن حمايه وطن او حمايه اي شيء، لا انت كمواطن لنفسك فقط. انت نعم. تريد تحمي نفسك ابقى بالبيت. نعم. تعرض نفسك لخطر الاصابه هذا ما اعتقد يعني اي انسان عاقل يسويه. نعم، اشكرك جزيلا دكتور حذيفه اكرم طبيب الباطنيه العراقي، شكرا لك على هذه المعلومات وعلى تواجدك معنا في هذه المداخله الهاتفيه، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في الحديث عن تطورات الملف العراقي من الناحيه الطبيه، تحدثنا وناقشنا انتشار وباء كورونا وانتشار هذا الوباء الذي تسبب بمقتل 20 او بحاله وفاه 20 شخص في العراق وايضا اصابه 233. وسنفتح الملف السياسي فيما يتعلق بتكليف عدنان الزرفي رئيسا للوزراء وكثرة الاعتراضات والرفض لهذا المكلف. سنخرج الفاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار والنقاش، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مجددا مستمرون معكم في الحديث عن التطورات في الملف العراقي. أرحب بضيفي الذي انضم إلينا قبل قليل السيد مجاهد الطائي الكاتب والباحث العراقي. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذ مجاهد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا ومرحبا بك. سنتابع معك ومع السادة المشاهدين التقرير حول التطورات السياسية وأيضا موضوع وباء كورونا المنتشر في العراق، ثم نعود لنبدأ الحوار والنقاش، نتابع ثم نعود. أنتم لستم قوات أمنية، إنما أنتم أتباع الأحزاب الفاسدة. لم يعد العراق كسابق عهده منذ انطلاق الثورة مطلع أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. تغيرات سياسية وطائفية وتخبط واضح تشهده البلاد منذ ذلك الحين، والعامل المشترك بينها تدخل طهران في الشأن الداخلي للدولة. التدخل الإيراني بات جليا للقاسي والداني، فمنذ استقالة علاوي لم ينفك قادة وزعماء المرجعية الشيعية عن مطالبة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحيته الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد. وبعد إعلان الأخير عن تنصيب عدنان الزرفي رئيسا للوزراء، يصدر تحالف الكتل الشيعية وعلى رأسه تحالف سائرون عدة بيانات شديدة اللهجة لرفض قرار تكليف الزرفي، ليمضي التحالف في اتخاذ عدة خطوات جادة لإفشال أي محاولة لتمرير تكليفه، آخرها عقد اجتماع مغلق لبحث سبل إعلان مرشح بديل بيد أن نتائجه لا تزال مجهولة. من ناحية أخرى، يستمر وباء كورونا المستجد في التفشي في أرجاء البلاد ليودي بحياة 20 شخصا، فضلا عن 233 إصابة في مناطق مختلفة. يأتي ذلك بعد حظر صحي للتجوال فرضته الحكومة في أغلب المدن والمحافظات، أدى إلى تراجع قوة الحشود الشعبية في ساحات وميادين التظاهرات حتى انتهاء الأزمة، كما تم قطع الطرق بين المدن الرئيسية وحظر التجمعات وإغلاق المطاعم والقاعات بعد تأخر غير مبرر للسلطات في إغلاق حدودها البرية والجوية مع إيران، إحدى أكبر بؤر الوباء عالميا. إذن تابعنا تقرير مشاهدينا الكرام. أعود وأرحب بضيفي الكاتب والباحث العراقي السيد مجاهد الطائي، وجدد التحية والترحيب بك، أهلا ومرحبا بك. تابعنا التقرير، فتحنا في الفقرة الأولى ملف وباء كورونا في العراق، ولكن اليوم والآن نفتح الملف السياسي. كيف تقرأ المشهد اليوم بعد تكليف عدنان الزرفي رئيسا للوزراء؟
وأيضا في ظل هذه الحالة من الرفض عند الكتل السياسية الشيعية تحديدا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم. أهلا ومرحبا بك. طبعا بعد فشل اللجنة السباعية التي شكلوها سابقا قبل تكليف الزرفي، فشلها في تقديم أي مرشح، قام السيد رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف شخص آخر هو من ذات الطبقة السياسية، لكنه لم يكن إيراني الولاء كما كان في السابق في تشكيلات الحكومة السابقة. لذلك الرفض الآن هو رفض من القوى القريبة على إيران فقط، يعني القوى السنية والقوى الكردية، ويعني من أصل 7 قوى رئيسية شيعية هناك 4 قوى رافضة لشخص علاوي، وليس منهاجه الوزاري أو كابينته، لا، شخص علاوي مرفوض شخصيا يعني. نعم، إذن. وهناك فتح سائرون، عفوا سائرون والنصر داعمين لتكليف عدنان الزرفي، وتيار الحكمة هو الآن على الحياد ينتظر التوافق الشيعي ليوافق. فبالتالي عندما نقرأ المشهد عراقيا ممكن أن يمر، إذا قام دفع باتجاه تشكيل كابينة ومنهاج وزاري ممكن أن يمر، لكن سيكون فيه نوع من كسر الإرادات. يعني القوة الشيعية اليوم القريبة من إيران عنيفة في الرفض، يعني حتى في يوم التكليف سقطت مجموعة صواريخ كاتيوشا على المربع الرئاسي في المنطقة الخضراء، كان أقرب إلى قصر السلام منه إلى السفارة الأمريكية، بمعنى أن هناك رسالة موجهة، رسالة برائحة البارود كما وصفها أحد الإعلاميين. فبالتالي هناك نوع من الرفض العنيف، لأنه لا يحقق مصالح تلك الميليشيات، ولديه موقف حقيقة من الميليشيات السابق، ولذلك هم مرعوبين بالرغم من أنه من ذات الطبقة السياسية، لكنه يؤمن بالحد الأدنى من الدولة، وبالتالي سيقلص ويقصقص أجنحة تلك الميليشيات ويضبطها تحت إطار الدولة، وهم يريدونهم مستقلين ليقوموا بعمل يعني دعم الفساد وحماية النفوذ الإيراني بشكل أو بآخر. نعم، يعني البعض هنا يتحدث لماذا خرجت هذه الكتل الشيعية أو بعض الكتل الشيعية للرفض محمد توفيق علاوي، وقبل أيام يعني بالتأكيد الرئيس العراقي لم يكلف هذه الشخصية كعدنان الزرفي دون العودة للكتل السياسية، وبالتالي هي وافقت عليه بشكل أو بآخر. طبعا الرفض هناك أسباب شخصية وهناك أسباب سياسية. نعم. الأسباب الشخصية يعني تتلخص في أن الرجل رجل يعني شجاع وواثق من نفسه بالرغم من أنه من ذات الطبقة السياسية وعليه ملفات فساد كما يعني يهاجموه فيها، وأن الرجل هو لديه موقف من الميليشيات وليس يعني يصنف على أنه أمريكي الهوى، لأنه لديه جنسية أمريكية وهو يعني عضو في يعني رئيس كتلة النصر، يعني ميوله إسلامية ليبرالية، وبالتالي هو يعني يؤمن بالدولة أو الحد الأدنى منها، وبالتالي الأطراف الأخرى لا تؤمن بالدولة، ولهذا يعني بالتحديد الميليشيات يعني شعرت بهذه الحالة. تماما، لأن كتلة الفتح أصلا هي ممثلة سياسية عن الميليشيات، يعني إذا تصدر المشهد السيد عدنان الزرفي وشكل حكومة وكابينة، يعني سيضع من أولى يعني مشاريعه أو يعني برامجه حصر السلاح بيد الدولة، حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما يزعجها. يعني أمر آخر أن إيران لم تبدي أي موقف، يعني موقفها كان عن طريق تلك القوى القريبة منها بالرفض القاطع، وهناك ممثل خامنئي في العراق أيضا رفض ووصف وصول السيد عدنان الزرفي إلى رئاسة الحكومة بأنه يشم منه رائحة الدم والفوضى والدمار، بمعنى أنه يميل إلى الحلول الصفرية في التعامل مع هذه الميليشيات إذا لم ترضخ. نعم. وبالتالي هو لا يؤمن بالمرجعية، حتى المرجعية هناك نقطة مهمة جدا، هناك يعني لو نسميها معركة صامتة بين مرجعية النجف ومرجعية قم. عدنان الزرفي يؤمن بمرجعية النجف، أي مرجعية عراقية، وبالتالي يعني لم يكن أنه يعني لم يصنف على أنه سيقوم بتنفيذ المشروع الإيراني بكل أريحية ويتبنى هذا المشروع، إنما يتعامل مع الدولة كما تتعامل مع أي دولة أخرى. نعم. وبالتالي هو يعني هذه الأمور الشخصية تجعله يعني غير جدير بالثقة بالنسبة لهم، هاي أمور شخصية. الأسباب السياسية هذا أمر آخر، الأسباب السياسية
يعني الرجل يدفع باتجاه يعني تبني مشروع معين معادي للنفوذ الإيراني. هناك انقسام شيعي شيعي حقيقة، هذا الانقسام حاد ولا يتوافق مع جميع السياقات السابقة في تشكيل الحكومة، في تشكيل الحكومات العراقية السابقة. نعم. بمعنى أن المرحلة الأولى يقوم البيت الشيعي بترشيح شخص، ترشيحه لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يقوم بتكليفه. ما فعلوه أنهم فشلوا إلى الآن وبعد تكليف الزرفي في إيجاد بديل عنه. فماذا فعل رئيس الجمهورية؟ قبل فترة رفعوا عليه دعوة قضائية بتهمة خرق الدستور وبتهمة الخيانة العظمى، حتى تصل إلى بعض التصريحات، حتى كان هناك تهديدات بالقتل من الميليشيات. بالتأكيد هذه الـ 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 هذا الأمر، وطبعا هذا في فترة تكليف السيد توفيق علاوي. نعم. تقريبا تجاوز على الدستور شهر ونصف. اليوم بعد أن فشلوا في مدة 15 يوما في ترشيح شخص، قام السيد برهم بآخر دقائق من 15 يوما بتكليف عدنان الزرفي. هم عادوا مرة أخرى إلى أنه خرق الدستور، وهو لم يخرقه حقيقة. حتى المحكمة الاتحادية فسرت المادة 76 خامسا بأن لرئيس الجمهورية الصلاحية بعد فشل الكتل والأحزاب، بعد فشلهم لمرتين، يعني المرة الأولى بتكليف عادل عبد المهدي ولم يستمر، المرة الثانية بتكليف توفيق علاوي ولم يستمر، الخطوة الثالثة ومحاصرته بالمدة الدستورية وباتفاقه مع سائرون والنصر، قام بتكليف عدنان الزرفي لكنهم لم يعد إليهم. فحصل ما يسمى يعني ممكن نسميه كسر إرادات. هذا كسر الإرادات إذا استمر فلن يمر أعتقد بدون دماء، إذا يعني إذا حاول فرض الإرادات. المرحلة الحالية حقيقة هي شبيهة بالمرحلة عام 2014 بتكليف نوري المالكي وعدم تكليف حيدر العبادي. أيضا هناك كسر للإرادات. هذه المرحلة إذا تمت فنحن مقبلون على أزمة جديدة أمنية سياسية أكبر مما نتصور. لكن الجميع يعني بيعلم مدى حساسية هذا المنصب، منصب رئاسة الوزراء في العراق، وبالتالي يعني الجميع يتحدث ويقول أن الرئيس العراقي بالرغم من أنه مارس الصلاحية، لكن هذه الاختيارات ليست من اختياراته، هي بفرض من الكتل الشيعية بعد الاجتماعات التي حصلت. طبعا هم في البداية هم من خرق الدستور، هم كان يجب على السياق الدستوري الطبيعي أن يحدد منذ الجلسة الأولى الكتلة الأكبر، وبالتالي هي المسؤولة عن ترشيح شخص. لكنهم تجاوزوا هذه المرحلة وبتوافق قلق بين فتح وسائرون، على اعتبار أنهم الكتلتين الكبيرتين في داخل البيت الشيعي، فتجاوزوا الكتلة الأكبر. اليوم بعد حصول هذه المشاكل لا يعرفوا من هي الكتلة الأكبر وهم سبب في ذلك. السيد برهم صالح يحاول يعني استغلال صلاحياته الدستورية بامتياز. حقيقة كان منصب رئيس الجمهورية ليس بهذا الثقل، لكن يستغل السيد برهم صلاحياته بشكل كبير، وبالتالي هم قلقون من أن يتحول هذا السلوك إلى عرف سياسي. يعني هذا الخطر، يعني النقطة الرئيسية التي يحاولون أن يرفضوا فيها الزرفي ليس فقط في شخص الزرفي، وإنما في طريقة تعامل سائرون بتحالفها مع بتوافقها مع النصر واتفاقها مع رئيس الجمهورية بأنهم يرشحوا شخص بدون العودة إليه. طيب. هذا العرف السياسي إذا تأكد فسيخلق حالة جديدة، وبالتالي السنوات القادمة ربما لن يعودوا إليهم مجددا. لذلك هذا العرف السياسي يجب أن يكسر حتى لكي لا يستمر طيلة لكي لا يستمر. لذلك هم يعني عندما نقرأ الأسباب التي يرفضون فيها ووضع العراقيل تتضح أنه يعني مجرد خلاف ويعني اعتراض عبثي. طيب. مجرد وضع العصي في عجلة التقدم لكي لا يستمر. تحالف سائرون وأيضا النصر، أنت قلت تحالفوا مع الرئيس برهم صالح وتم تشكيل نسقوا معه يعني بعيدا عن الكتل الشيعية، ما مصلحة سائرون والنصر تحديدا من هذا التنسيق أو من تنصيب يعني أو تكليف عدنان الزرفي؟ أكيد طبعا هم يعني التوجهات الشيعية، هناك انقسام شيعي حاد بعد غياب سليماني وبعد تراجع
المرجعية في دعم الحكومة العراقية في تشكيلها، وهناك يعني مرونة إيرانية بعد اغتيال سليماني بتقدم إيران الدولة على إيران اللادولة والحرس الثوري. نعم. وبالتالي هناك نوع من المرونة في التعاطي مع الحالة، استغلوها في نقطة أنه المدة الدستورية انتهت وهم رفعوا دعوة قضائية ضد برهم صالح. نعم. وبالتالي تم حصر الموضوع لكي يورطوا رئيس الجمهورية، فهو قام بخطوة استباقية. مصلحة فتح، مصلحة سائرون والنصر هي في أن لديهم مصالح حزبية في تشكيل الحكومة، يعني يتقدم رجل هو أساس الرئيس كتلة النصر في البرلمان. نعم. وهو يعني لديه موقف من إيران، وتوجهاته الإصلاحية لو نسميها، أو توجهاته التي يعني تتلخص في أو تنطلق من حصر السلاح بيد الدولة هي تخدم الموقف الأمريكي. لماذا؟ لأن إيران تعتمد على أمرين في انتشار نفوذها وتوسعها. أولا هو الفساد المستشري وشراء الذمم والمال السياسي، هذا يخلق لها جو من الفساد فتسيطر على معظم القوى وتخلق العقد لنسج النفوذ. No. الأمر الآخر هو الميليشيات التي تحمي الفساد وتحمي هذه القوى بطريقة أو بأخرى، وبالتالي ضرب الميليشيات وضرب ومحاربة الفساد سيقوضان المشروع الإيراني، وبالتالي الولايات المتحدة ترى في هكذا شخصية يحقق جزء من مصالحها. جميل جدا، سنعود لاستكمال هذه النقطة، ولكن أرحب بضيفي الذي سيشاركنا في هذه الحلقة وفي هذا الحوار، الكاتب الصحفي العراقي السيد زياد السنجري عبر خدمة السكايب. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذ زياد. أهلا وسهلا أخي العزيز أستاذ فاتح، وتحياتي لك ولضيفك الكريم وكل مشاهديكم الكرام أينما كانوا. أهلا ومرحبا بك سيد زياد. يعني نحن نعيش في العراق بصراع إيرادات حقيقي فيما يتعلق بموضوع رئاسة الوزراء، خصوصا بعد تكليف عدنان الزرفي ورفض العديد من الكتل الشيعية لتكليف عدنان الزرفي لأسباب شخصية ولأسباب سياسية. أنت كيف تتابع وتعلق على هذا المشهد المعقد حقيقة في العراق؟ نعم، أولا علينا الحقيقة تجزئة المشهد قليلا. هناك نظام شاه الاحتلال الأمريكي منذ احتلال العراق في 2003، واستمرت عليه كل الكتل السياسية التي انبثقت من تحت عباءة ذلك الاحتلال، وهم المكون الأضعف السنة، والذين يتم شراء ممثليهم بثمن بخس مقابل بعض الامتيازات والمناصب البسيطة، وهم يرضون كل الظلم الذي تعرضت له محافظاتهم. والمكون الآخر هو الأقوى والأكثر تماسكا، المكون الكردي، رغم أن هناك خلاف بين الأحزاب الرئيسية الحاكمة لحزب الاتحاد الكردستاني وحزب الديمقراطي، ولكن مع ذلك تبقى التفاهمات أكثر نضجا فيما بينهم لتمرير ما يحتاجون إليه في داخل البرلمان من حكومة وامتيازات للإقليم خاصة، وثبات منصب رئيس الجمهورية بشكل دائمي في بغداد. تبقى المسألة هي مسألة ما يحدث الآن. الكتلة الأكبر هو السيد مقتدى الصدر. نعم. وبقية الفصائل التي منضوية تحت قائمة الفتح. هناك سجال نوعي هو شخصي وشعور بالكبرياء بأن تسمية رئيس الوزراء يجب أن يأتي من قبل تلك الفصائل التي هي بالأصل متناحرة فيما بينها وما بين التيار الصدري الذي يجد نفسه هو الكتلة الأكبر حاليا في البرلمان، وهو القائمة الأولى التي حصلت على أعلى الأصوات في البرلمان العراقي والمقاعد في داخل البرلمان. ومع ذلك نجد أن هذه السجالات مستمرة بتكليف كان طرح السعد العيداني سابقا، وطرح محمد توفيق علاوي الذي لم يكلف، والزرف أيضا الذي أعتقد حسب وجهة نظري بأنه لن يكلف. طيب. وهي مسألة علينا أن ندرس الموقف بأن هي المسألة ليست مسألة أسماء رؤساء الوزراء أكثر ما هي صراع الإرادات ما بين البيت الشيعي أو الأحزاب الشيعية. نعم. أو التي تنتمي زورا لأهل الشيعة في جنوب العراق. فيما يتعلق بموضوع الكتلة الأكبر، يعني فشلت الأحزاب والكتل الشيعية في الفترة الأولى الدستورية بعد أن انتهت، وفترة 15 يومين الأخيرة بعد اعتذار محمد توفيق علاوي، وبالتالي الرئيس العراقي برهم صالح مارس حقه الدستوري في تكليف شخصية
بالتنسيق مع تحالف سائرون وأيضا حركة النصر. البعض يقول أن هذا التحالف أو هذا الموضوع أو هذا الرفض تحديدا من بعض الكتل الشيعية لكي لا يصبح هذا الموضوع عرفا دستوريا ويستمر في الأيام المقبلة، ما رأيك في هذا الموضوع؟ برهم صالح كلف عدنان الزرفي بناء على مسألة صلاحيته وقد أقرت المحكمة الدستورية بذلك، وطلب منه أن تواطيع 50 نائبا للبرلمان وجلب 80 توقيع أعتقد حسب، ولكن هذه لا تكفي لتمريره كون الكتل الأخرى لا تستطيع أن تمرر عدنان الزرفي لأسباب اعتبارية كونه من اختيار الصدر والعبادي، وكذلك لأنه يعارض بطريقة بأخرى إرادات الميليشيات الموجودة، فهو ذات توجه بطريقة بأخرى قريب من التوجه الأمريكي، وهذا ما يجده بعض الميليشيات خطرا عليهم، لذلك لا يريدون عدنان الزرفي. أما الشعب العراقي فهو يرفض بصورة عامة هذه الطبقة السياسية بكل مخرجاتها لأنهم ليسوا معنيين به، فالمجرب لا يجرب، حتى عدنان الزرفي هو ابن حزب الدعوة وهو رفحاوي وعليه الكثير من المؤشرات وموصول من قبل سابقا يعني محافظ موصول وتمت إقالته، وأعتقد عليه ملفات فساد كون اختيار النجف محافظة الثقافة طيب العربية أو من هذا القبيل. ابقى معنا سيد زياد، سأعود إليك سريعا لو تكرمت، أعود إليك إلى ضيفي هنا في الاستوديو السيد مشاهد الطائي. وسائل الإعلام العراقية تحدثت عن اجتماع حصل يوم أمس مساء يوم أمس في منزل عمار الحكيم زعيم حركة الحكمة للحديث أو للبت يعني في موضوع تكليف علاوي في حال يعني الموافقة أو الرفض، ما الذي خرج برأيك من هذا الاجتماع لحد الآن؟ يعني لا يوجد أي تصريحات رسمية لوسائل الإعلام. يعني أعتقد أن جميع يعني الاجتماعات التي حصلت قبل تكليف الزرفي وبعدها وحتى اليوم هي محاولات لوضع العصي في عجلة الاستمرار. هم يعني أعتقد أنهم اتفقوا على أن لا يتفقوا، هم اتفقوا على أن يستمر الوضع الراهن من أجل الإبقاء على عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي رجل يميل فكريا وليس عمليا في أدائه، وبالتالي هو ضعيف أمامهم شخصيا، ضعيف يعني كشخصيته شخصيا ضعيف، وحضورا كشخصية وكأداء أيضا ضعيف. هو يعني أساسا هو باحث يعني يميل إلى الفكر أكثر من الممارسة العملية. عدنان الزرفي يختلف، عدنان الزرفي يصنف على أنه اقتحامي، شيء عنده شيء من الجرأة. هذا الأمر الذي يحمله عدنان الزرفي يقلق هذه الكتل، وبالتالي أي شخصية هزيلة، أي شخصية ضعيفة، رئيس جامعة إعادة السيد عادل عبد المهدي، هذا كله وارد. لماذا؟ لأنه يحقق مصالحهم. هم يبحثون عن تراخي في التعامل مع هذه الميليشيات، تراخي مؤسسي ليستمر تستمر صفقات الفساد. يعني اليوم هناك بعض النواب يتحدثون عن صفقات بملايين الدولارات في هذه الأزمة وفي فترة الفراغ الإداري والسياسي، وفي حكومة تصريف أعمال وحكومة فيها رئيس وزراء في غياب طوعي. كل هذا الظرف يؤدي إلى تحقيق مصالحهم، وبالتالي هم يعني يميلون إلى هذا استمرار هذا الوضع، هذا يخدمهم كثيرا، يريدون الاستمرار في الانقسام. البعض يتحدث ويقول أن بعد تكليف الزرفي أو هكذا توقعت يعني بعض المراقبين توقع ذلك، بأن تكليف الزرفي عقب التكليف الانقسام انتهى في البيت الشيعي، لكن يبدو الأمر غير ذلك، يبدو تحقيق ذلك صعب جدا. طبعا داخل البيت الشيعي هناك ما جمعته الأطراف الموالية المعارضة لسيد الزرفي لا يتجاوز 110 نواب من جميع الكتل الرافضة له بشدة. أما الكتل الأخرى إذا جمعناها سواء سائرون أو النصر أو القوى الكردية والقوى السنية التي لا تعترض على شخص الزرفي، نحن الآن في المرحلة الأولى وهو الخلاف على الشخص وليس الخلاف على ما بعده، لا على البرنامج ولا على أي شيء حتى. فهذه القوة التي تؤيده أو ليست متحفظة عليه تصل إلى 165 نائب أو ربما تزيد،
لذلك هم قلقين من أن تعقد جلسة ويتشكل كابينة ويشكل منهاج يزاري، وبالتالي قد يؤدي إلى تمريره، فهم يضعون العصي في عجلة التقدم. يعني لو نتابع في الأيام الماضية يعني تصريحات حقيقة يعني مثيرة للسخرية، يعني السيد مثلا رئيس زعيم عصائب أهل الحق وهو زعيم ميليشيا بدأ يتحدث عن أن عدنان الزرفي غير متوافق مع مطالب المتظاهرين، وهو وصفهم بأبناء السفارات والجوكرية وإلى آخره، وصفهم يعني قال بأن هذا الرئيس يعني هذا المرشح سيؤدي إلى مزيد من الأزمات، فهو جدلي، فهو غير لا يحبذ. وهم ليسوا جدليون يعني أصحاب الميليشيات وزعماء يعني بدلاء السيد عدنان الزرفي الذين يقدمون، سيد أسعد العيداني أو علي شكري أو مصطفى الكاظمي، حتى لا مصطفى الكاظمي أمر آخر. مصطفى الكاظمي يصنف أيضا على أنه أمريكي الهوى، لأنه أيضا يعني مدير مخابرات ورجل أمني وسياسي بالدرجة الأساس. ف يعني محاولات حتى قبل فترة حاولوا صناعة خلل دستوري في ذلك بتكليف رئيس الجمهورية، قاموا ب يعني من خلال علاقات شخصية مع مجلس القضاء الأعلى، وهو ليس من صلاحياته ولا من مهامه تفسير مادة دستورية. هذه مهمة مجلس القضاء، يعني مهمة المحكمة الدستورية التي قراراتها ملزمة وباتة وتسري على جميع السلطات. قام مجلس القضاء الأعلى بإبداء رأي بالمحكمة بتفسير المحكمة الدستورية، وبالتالي حاولوا صناعة شوشرة ونزاع مؤسسي لكي لا يؤدي يعني لا يؤدي إلى أن يكسب نوع من الشرعية في التكليف. نعم. أعود لي الأستاذ زياد السنجري، أجدد التحية والترحيب بك. سيد زياد، يعني هل تتفق مع وجهة نظر ضيفي الذي يقول أن الكتل الشيعية اتفقت على أن لا تتفق فيما يتعلق بتكليف عدنان الزرفي، وبالتالي هذا الموضوع يصب بمصلحة بقاء عادل عبد المهدي في حكومة تصريف الأعمال لتحقيق المصالح الشخصية لهذه الكتل الشيعية؟ نعم اتفق معه في الحقيقة في الجزئية الثانية، وهي استمرار عادل عبد المهدي في تسنم زمام الأمور في العراق، كونه يلبي كل متطلبات الكتل الشيعية في العراق والميليشيات، وكونه الحلقة الأضعف، ولكن لم يعد مقبولا عادل عبد المهدي لا من الجمهور ولا من المجتمع الدولي والإقليمي. ولكن اختلف معه في نقطة معينة، وهي أنه تم الاتفاق الحقيقة في ليلة أمس، اجتمعت القوى الشيعية في منزل العامري، وتم ترشيح بالفعل 3 أسماء بدلا من الزرفي، وهم دكتور منير السعدي رئيس جامعة كربلاء سابقا، ودكتور أحمد الغضبان رئيس جامعة تكنولوجية حاليا، ودكتور محسن الظالمي رئيس جامعة الكوفة سابقا. وما يجمع هؤلاء الثلاثة هم يعني الانتماء العقائدي للأحزاب الشيعية. لماذا رؤساء جامعات يعني تحديد هذه الصفة؟ الحقيقة كون رؤساء الجامعات مقبولة نسبيا كدرجة علمية أكاديمية، ولكن الحقيقة سيتم رفضهم أيضا مثل ما سيتم يعني رفض عدنان الزرفي. أريد أن أقول معلومة من مهمة جدا، كل ما يجري الآن وكل ما يحاك هو لإعادة شخصية أخرى لتسلم رئاسة الوزراء بعيدا عن المشهد، ولم يتم طرح اسمه لحد الآن، وهو رئيس وزراء سابق، سيتم إعادة انتخابه. هذه الشوشرة وهذه المعضلة داخل البيت الشيعي هدفها إعادة شخصية معينة، وستكون هذه الشخصية مطروحة بعد ما تنتهي هذه السجالات والنقاشات العقيمة في اختيار شخصية معينة، وكون التحديات القادمة كبيرة جدا في البلد، ونعتقد بأن الوباء وكورونا وأعتقد الاقتصاد العراقي شبه منهار نتيجة انخفاض أسعار النفط، والوضع المزري الذي يعيشه العراقيين وعدم وجود رواتب سيتطلب تدخل شخصية نوعا ما يجدونها حاسمة ولكنها جدلية الآن إذا طرحت. طيب هل يوجد تسريبات عن اسم هذه الشخصية؟
نعم، الحقيقة هناك العمل جاد لتقديم إعادة ترشيح نور المالكي، الشخصية التي مرفوضة من قبل الجميع الآن، ولكن بعد حرق كل الأوراق المطروحة في الساحة ومن ضمنها الورقة الأخيرة وهي إعادة تكليف عادل عبد المهدي. أمام الزرفي ورؤساء الجامعات والكاظم وغيرها هذه أسماء لم يتم انتخابها أبدا، وإنما للمناورة واللعب وحرق الأوراق في هذه المرحلة تحديدا. أشكرك جزيلا على المشاركة معنا السيد زياد السنجري الكاتب الصحفي العراقي، شكرا لك على المعلومات وأيضا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. أعود إليك أستاذ مجاهد، سمعت الكلام الأخير من ضيفي عبر السكايب، يتحدث عن معلومات يعني شبه مؤكدة، يقول عن محاولة لحرق كل الأسماء المرشحة والتي سترشح في الفترة المقبلة لإعادة تنصيب شخصية حازمة حسب وصفه، وبعض التسريبات تتحدث عن نور المالكي تحديدا. طبعا جميع الحكومات العراقية السابقة كانت تأتي بتوافق أمريكي إيراني، يكون إيراني الولاء مقبول أمريكيا، لكن اليوم بعد مقتل سليماني وتفكك البيت الشيعي وتراجع المرجعية ونزاعات شخصية ما بين رؤساء الكتل، أصبح المشهد معقد، وإيران بدأت بالتراجع قليلا عن فرض شخصية معينة على هذه القوة وتركت الموضوع لهذه القوة، لذلك هي اعتادت على أن تقاد لا أن تقود. نعم. وبالتالي هذا المشهد المعقد هم يحبذوه لأنه يحقق مصالحه كما قلت قبل قليل. نعم. لكن حرق الأسماء هذه بشكل مستمر قد تؤدي بالنهاية إلى كسر الإيرادات الذي ذكرناه، يعني في عام، يعني لو نتتبع جميع تشكيلات الحكومات العراقية السابقة منذ عام 2006، نعم، تشكلت الحكومة ثم اندلعت الحرب الطائفية، عام 2010 تشكلت الحكومة وكان هناك تسقيط سياسي واندلعت التظاهرات والاعتصامات، عام 2014 تشكلت الحكومة ودخلت داعش، عام 2018 تشكلت الحكومة بعدم مقبولية أمريكية، وبالتالي أدت الكفة تميل إلى صالح إيران واستشراء الفساد والميليشيات، وبالتالي اندلعت التظاهرات. هذه تشكيلة الحكومة القادمة أيضا فيها كسر للإيرادات، لن تمر هذه الحكومة بالمطلق إلا بكسر إرادة طرف، هذا الطرف سيكون مع التوجه الدولي، مع الضغط الأمريكي، مع الـ يعني الأزمات التي تواكب المشهد العراقي صحيا سياسيا أمنيا اقتصاديا. هل هذا الطرف إيران برأيك في ظل ما تعانيه اليوم من العقوبات الأمريكية، من تفشي وباء كورونا، ومن كل هذه المصائب التي يعني تعيشها إيران؟ يعني لم أفهم السؤال. يعني أقصد هذه أنت تقول يعني يجب كسر إرادة أحد الأطراف، هذه الأطراف إيران برأيك؟ بالتأكيد، يعني المسار السياسي إذا تم هو الأفضل، يعني سيكون هناك تدرج في الحل السياسي، لكن كسر الإرادة بوجود هذه الميليشيات بانفلات السلاح سيقود بالنهاية إلى استخدامه، خاصة وأن هناك يعني الميليشيات تصرح دائما بأن ترشيح الزرفي مؤامرة، ترشيح الزرفي سيقود إلى حرب أهلية، ترشيح الزرفي سيؤدي إلى صدام. طيب. وقد فعلوا، يعني قاموا بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء وحاولوا جر البلاد إلى أعمال عنف حقيقية من أجل إيصال رسائل عسكرية. طيب، سنتابع معك ومع السادة المشاهدين بعض من التغريدات على موقع تويتر فيما يتعلق بالمشهد العراقي تحديدا. نبدأ في التغريدة الأولى مشاهدينا الكرام للسيد مصطفى سالم، كتب في هذه التغريدة وقال: بلغة استعلائية تجسد سطحية ثقافة قم كعاصمة للخرافات. قال وزير الخارجية الإيراني ظريف: لا يمكن لواشنطن أن تأمل من إيران أن تحول دون أن يرد الشعب العراقي على عدوانها. نظام طهران ينهار وليس في وضع يستطيع نقل معاركه وأطماعه لشعوب أخرى، وعهد الوصاية على العراق اقترب من نهايته. التغريدة الثانية للسيد شاهو القرداغي، كتب في هذه التغريدة وقال: تطالب بإنهاء الزيارات والتجمعات الدينية، يقولون هذه مؤامرة ضد المذهب. تطالب بإطلاق سراح السجناء كما فعلت إيران، يقولون هذه مؤامرة لإعادة الإرهاب. تطالب بفرض النظام وإنهاء الفوضى، يقولون مؤامرة لإعادة النظام السابق. هل أنتم إمبراطورية تنافس الآخرين حتى يتآمر عليكم العالم؟
التغريدة الثالثة لمحمد الجميلي، كتب في هذه التغريدة وقال: هذا النظام البائس الفاسد الفاشل في العراق المنكوب، لماذا لا يصارح شعبه الحقيقة؟ ولماذا لا يدق جرس الانذار بقوة ويخبره بالأعداد الحقيقية التي أصيبت بفيروس كورونا قبل أن تقع الكارثة؟ ولا تحين من دم، ولا رجال دولة، ولا رجال موقف، ولا يملكون ذرة من إنسانية أو شرف. التغريدة الرابعة للدكتور زيد عبد الوهاب، كتب في هذه التغريدة وقال: اتفقوا بالأمس في وقت متأخر على تقديم 3 رؤساء جامعات بدلا من عدنان أو بدلا عن عدنان الزرفي، وهل رئيس الجامعة مع جل احترامي هو بديل عظيم في بلد فوضى ويحكمه السلاح المنفلت؟ وهل ارتقى هؤلاء بالتعليم العالي ليرتقوا بالعراق وينقذونه من محنة صراع السلطة، لكن اللعبة مكشوفة هدفها بقاء عادل عبد المهدي؟ التغريدة الأخيرة للسيد جمال الضاري، كتب في هذه التغريدة وقال: فيما تتسابق قوى مسلحة قريبة من السلطة على ادعاء مقاومة القوات الأمريكية منذ عام 2003، فإن الألاف وآلاف المقاومين الذين سجنوا بهذه التهمة تحديدا ما زالوا في السجون. هذا تناقض فاضح يضاف إلى الأضرار الإنسانية والوطنية لسجن المقاومين، وقد جاء وباء كورونا ليضيف سببا جوهريا لإطلاق هؤلاء فورا. تعليقك أستاذ مجاهد على هذه التغريدات في عجالة ونختم بها الحلقة. طبعا دعني أعلق على التغريدة الأخيرة، وهي متناغمة مع ما تذهب إليه هذه الأطراف، وتحديدا الميليشيات التي تسمي نفسها محور مقاومة. هذه الميليشيات منذ عام 2003 لم تطلق رصاصة واحدة على القوات الأمريكية بدافع جهادي عقائدي، وإنما كان الهدف من إطلاق الرصاص أو الصواريخ هو بدافع سياسي. بمعنى أن هناك ميول وسطوة أمريكية يريدون سطوة إيرانية أو ترجيح للكفة الإيرانية فيستخدمون السلاح، وليس هو ذا بعد يعني عقائدي جهادي كما تفعل الفصائل التي كانت قبل الاحتلال عام 2011. المسألة الثانية هو بعد عام 2011 خرجت الولايات المتحدة وعادت في عام 2014 بطلب عراقي. يعني الآن القوات الأمريكية في العراق هي قوات حليفة كجزء من التحالف الدولي، والعراق عضو في هذا التحالف. فالحديث عن أنها احتلال وهذه الحركات المقاومة تقاوم هذا المحتل، هذا كلام عبثي وتهريج إعلامي ليس. إذن نحن في انتظار ما ستولي الأيام المقبلة فيما يتعلق بتكليف أو رفض عدنان الزرفي. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث العراقي السيد مجاهد الطائي، شكرا لك على تواجدك معنا في هذه الحلقة. أيضا الشكر موصول مشاهدينا الكرام لكل من شاركنا في هذه الحلقة عبر الهاتف، دكتور حذيفة أكرم الطبيب الباطني الذي شاركنا في الحديث عن وباء كورونا في القسم الأول من هذه الحلقة، وأيضا الكاتب الصحفي العراقي السيد زياد السنجر الذي انضم إلينا عبر خدمة السكايب. شكرا لضيوفي جميعا، والشكر لكم موصول بطبيعة الحال على حسن وطيب المتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الأولى من برنامج في المنتصف، فاصل قصير يصحبكم بعده الزميل حسين أبو شمالة في جولة الصحافة. We'll be right back.